وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يوم أمس، حيث التقى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجلس قصر البحر. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بزيارة ملك البلاد المفدى إلى بلده الثاني دولة الإمارات، معربا عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين. وتبادل جلالة الملك المفدى وسمو محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء الأحاديث الودية التي عبرت عن متانة العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وشعبيهما الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما المستقبلية. وتطرق الجانبان إلى تطورات القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأنها.